والكرم، أسعد الله صباحك بكل الخير باش مهندس. صباح الخير عن وفاء. صباح الخيرات أيضا. يعني مفاجآت مرورية تتمثل بحفر وقواطع في شوارع مدينة طول كرم. الناس بتسأل إمتى رح يتم إنجاز هذه الشوارع؟ شارع فرعون بحاجة لبعض الترتيبات وبحاجة لربما تنظيم أكثر، شارع من مفرق أبو صفي ولوصولا لنابلس لحد الآن لم تتم البدء فيه، بعض الحفر وربما القواطع المفاجئة في الشوارع لا يتم تأهيلها حتى هذه اللحظة. إن أمكن توضح لنا شو اللي بيصير فعليا. أول شيء صباح الخير للجميع. صباح الفل. إحنا في عندنا عطائين، عطاء الترقيعات الشوارع أو الحفر والمقاطع والقطعات اللي سويناها تم ترسية العطاء على أحد المقاولين، وإن شاء الله قريبا جدا راح نبدأ بترقيع كل الحفر الشوارع في المدينة قبل الشتاء إن شاء الله. وأنت قبل الشتاء؟ يعني قبل الشتاء تكون منتهي، قبل بداية الشتاء إن شاء الله، يعني راح نبدأ إن شاء الله خلال يومين ثلاثة. هذه عملية إيش راح تكون؟ ترقيعات الشوارع، ترقيعات الحفر والقطعات اللي سويناها. في أي الأماكن أكثرها؟ كل المدينة والضواحي. ما بقدر أحدد لك وين بالضبط. إن شاء الله يعني خلال يومين راح نبدأ في ترقيعاتها. بالنسبة لأعطاء شارع من عند مفرق أبو صفية لعند الإشارة الضوئية لسه الأعطاء ما رسل، ما زال الموضوع عند مكتب هندسة للتصميم. لحد الآن مارس العطاء كان المفروض من بداية 9 أساسا. صحيح، تأخر المكتب الهندسي تأخر في تسليم العطاء، إن شاء الله قريبا بيسلمه ونطرح العطاء، وقبل بداية الشتاء بيكون إن شاء الله بنبدأ فيه بالعمل. باشمهندس بس للتذكير، إحنا بكرة بنفوت بفصل الخريف بصراحة، فصل الخريف يعني أيامه قليلة جدا مباشرة على الشتاء، فمشكلة كتير كبيرة إذا بدي يتم العمل خلال فصل الشتاء بصراحة. هذا الشيء رح يكون متعب إلكم وللمواطنين. اكيد بالنسبه للترقيعات عمي يعني خلال يومين راح تبدا وبتنتهي بسرعه، يعني خلال ايام، خلال اسبوع 10 ايام تكون منتهي ان شاء الله كل شوارع المدينه. طيب شارع دناب طلوع المدارس زي ما بترسل لنا المواطنه العزيزه، شو بالنسبه لهذا الشارع؟ بتقول يا ريت انه يتم النظر لهذا الشارع لانه بده يعني في حفر وفي امور لازم تظبيطها في شارع دناب طلوع المدرسه. حكيت الحفر هاي تركعات راح نبدا خلال ايام ان شاء الله، راح تنتهي كل يعني كل المدينه والضواحي راح تنتهي خلال اسبوع 10 ايام. نعم. طيب في أيضا حفرة وقاطع عند مديرية الصحة مقرها الجديد بشارع فرعون. نعم. هلا مش عاملينها؟ نعم، راح يكون أول واحد إن شاء الله. أول واحد. نعم. طيب نعم. إحنا بالانتظار بس سريعا ومنحكي عن موضوع يعني أكيد خارج شوي عن الشوارع، بس الكلاب الضالة. أحد المواطنين أرسل يوم أمس أنه تقريبا فوق 20 كلب كانوا موجودين في المنطقة تقريبا الجنوبية. نعم. فشو الوضع بالنسبة للكلاب؟ بنعرف أنه أنتوا بتقوموا بعملية التخلص منها بين الفترة والتانية لأنها بحاجة لتنسيق أمني، لكن هل لا تزال هذه الخطوة سارية حتى هذه اللحظة؟ لحد الآن موقفنا، بس في كان قبل اسبوعين كان في يعني نشاط امني عند الاسرائيليين وما قدرنا نطلع صراحه. طيب احنا بنمسك مع الامن الوطني وكل فتره وفتره بنطلع بالليل. طيب بالنسبه لي ايضا موضوع الكهرباء، ملف الكهرباء هل لا يزال على راس الاولويه والهرم؟ طبعا في عندنا احنا يعني ما قاعدين بيشتغلوا بشكل جدي وسريع في خط من طول كرم لعناب، وهيهم يعني صاروا قاطعين عنبتة تقريبا يعني خط أرضي بعنبتة، وإن شاء الله حسب الوعد خلال شهرين بيكونوا منتهيين من جزء من الجزئية هاي نحكي فيها. يعني كما الإجابات مختصرة باشمهندس محمد يعقوب، نتمنى أيضا أن تكون المدة الزمنية مختصرة في القادم من إنجاز الأعمال لأن الوقت طال ربما في السقف الزمني. بالنسبة للكهرباء يعني أكيد يعني إن شاء الله بشهر واحد أو يعني في أقصى حد بشهر واحد بيكون وصلنا 10 ميجا من خط دير شرف. إن شاء الله.
طيب بتمنى مرة أخرى أنه يتم النظر للحفر، سواء حفر لخلف المشفى حفروها وبيقولوا للمواطنين وصار لها شهرين للأسف مشفى خلف مشفى الشهيد ثابت ثابت عند شارع فرعون، بالإضافة إلى مقاطع أخرى شارع دينبي. طبعا أنا بستحي لما أقول الشارع من عند مفرق أبو صفي لأنه مش شارع فعليا، بس هذا المقطع أتمنى أن يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن. وعطاء شارع فرعون عند الواحة شو صار فيه من قبل كورونا، لازم تم تطبيقه. هذا السؤال بالنسبة لي. عطاء شارع فرعون صار في إشي باش مهندس؟ عفوا، شارع فرعون ما هو في جزئيتين، في هذا راح تكون في دوار عند الواحة، هو بيسأل هذا المواطن عند الواحة، عطاء شارع فرعون عند الواحة شو صار فيه؟ ما في عطاء هناك، عطاء استلمت وزارة الأشغال وزارة فتوة تقريبا. يعني تم إنهائه من عند أنا بعرف هو كان على قسمين صحيح؟ صحيح، كان في كان في خلاف بينه وبين وزارة الأشغال واللي تبناه وزارة الأشغال، ولأنه هذا الشارع للألم هذا خارج حدود البلدية. هو بقول عند الدوار ومطعم أبو الديب، هذا انتهى، تم تزفيته في الشارع. تم تزفيته. طيب بعرف مش على عرضه الكامل. مش إيش؟ مش على العرض الكامل ترى، هذا الشارع 30 متر تقريبا. يعني مش كله، ما تمش إنجازه كامل. لا، هو الشارع تم تزفيته على الوضع القائم حاليا، بس كان في مخطط انه يتم توسيعه وبناء ارصفه عليه. بس ما تم لانه هذا مسؤوليه وزاره الاشغال، مش من ضمن مسؤولياتنا بصراحه. طيب البعض بيسال بيستفسر محول قلقيليه شو صار فيه؟ هل تم فحصه ومدى جهوزيته؟ لانه اجى في خلل خلال يومين رح نوصل عليه الكهرباء مشان فحص، يعني تم فحصه ونجح ان شاء الحمد لله. وخلال يومين رح نوصل له الكهرباء لمده 3 ايام، هذا فحص نهائي، وبعد ما يعني ينجح بهذا الفحص الكهرباء ان شاء الله راح نشغله. طيب اجمالا يعني نأمل دائما وأبدا أن يتم الإنجاز في أسرع وقت ممكن، وكما قلنا أن يتم الاختصار في المدة الزمنية. أشكرك جزيل الشكر البشمهندس محمد يعقوب رئيس بلدية طول كرم، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم. وفي هذا الصباح صباح الخير لكل المتواصلين وإجانا. صباح الخير عمر بلعاوي، يسعد صباحك بكل الخير، ولكل السائقين على الخطوط الداخلية والخارجية رافقتكم السلامة. نواصل المشوار ولكن بعد هذا الفاصل.